الولايات المتحدة هي العدو المحبوب للعرب، في حين أن روسيا هي الصديق المكروه، عبارة رائجة يستخدمها البعض لتلخيص نظرة العرب إلى قطبي العالم التقليديين وكثيري الصراعات الولايات المتحدة وروسيا. فهل هذه العبارة حقيقية؟ وما مدى صحتها؟ وهل اختلفت الموازين في الآونة الأخيرة؟ ورثت روسيا أحد القطبين اللذين حكما العالم وتصارعا على زعامته طيلة 50 عاما. والحديث هنا عن الاتحاد السوفيتي الذي تاريخيا عد صديقا للعرب، وكلمة العرب هنا تستوجب توضيحا، فالعرب ليسوا واحدا، فهناك الأنظمة العربية والحكومات، وهناك الشعوب، وحتى الشعوب أيضا ليست واحدة، فهناك شعوب رأت بالسوفييت عدوا كما حال دول الخليج أو أغلبها. ولكي يصبح الكلام دقيقا، كان الاتحاد السوفيتي أقرب لشعوب وأنظمة عربية، فحلفاؤه كانوا من ناحية الأنظمة في مصر زمن عبد الناصر والجزائر وليبيا وسوريا والعراق واليمن والسودان زمن النميري، هذا من ناحية الأنظمة. وشعبيا من غير المبالغة القول أن غالبية الشعوب العربية كانت تميل للاتحاد السوفيتي في صراعه مع الولايات المتحدة، ليس حبا بالسوفييت بقدر ما هو كره بأمريكا. وهنا أيضا يستوجب توضيح سريع لعداء العرب أو شعوبهم للولايات المتحدة الأمريكية. فمن ناحية واشنطن حليفة الأنظمة العربية التقليدية، ومعلوم رضا الشعوب عن أنظمتها في كثير من بلدان العرب، فالقمع وسوء الإدارة والفساد هي جزء من ممارسات الأنظمة المدعومة أمريكيا، وبهذا كان يرى العرب بأمريكا عدوا يدعم من يظلمهم. ومن ناحية أخرى، علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل، البلد الذي يرى به غالبية العرب عدوهم الأول، فأمريكا تعلن رسميا وقوفها الدائم مع إسرائيل ودفاعها عن مصالحها وتسليحها ودعمها غير المشروط لدولة الاحتلال. أمر آخر استوجب عداء الشعوب للإمبراطورية الأمريكية كان وراثة أمريكا لبريطانيا وفرنسا صاحبتا السمعة السيئة عربيا بحكم استعمارهما لبلاد العرب، فطالت السمعة ورثتهما في واشنطن. ويضاف إلى ذلك مؤخرا الغزو الأمريكي للعراق وما تبع ذلك من إعلان واشنطن حربها على ما أسمته الإرهاب. كل هذه الأمور جعلت من شعبية أمريكا في المنطقة تصل لمستويات متدنية، لكن ليس هذا كل ما في الكوب، فبالمقابل هناك جانب آخر في العلاقة بين العرب وأمريكا. فواشنطن تعتبر صديقا لعدة بلاد عربية، وهي في كفة العرب في صراعهم مع إيران التي تنظر لنفسها على كونها إمبراطورية فارسية تستحق أن تحكم بلاد العرب، وهذا أعطى أفضلية لأمريكا. وأيضا المساعدات الأمريكية التي تصل كثيرا من بلاد العرب، ويضاف إلى ذلك الدعاية الأمريكية سواء في السينما أو الموسيقى أو حتى المنتجات التكنولوجية وغيرها، وأيضا فكرة الحلم الأمريكي الذي راود كثيرين عبر العالم واستقطب الملايين ومنهم العرب، عوامل جعلت الصورة مركبة في نظر العرب للأمريكيين، وجعلتها تستوجب دراسة لمعرفة كيف يرى العرب العالم. وفي هذا الصدد دراسة سيتم إيرادها ضمن التقرير. لكن قبل ذلك، فيما يخص الاتحاد السوفيتي وقبل التطرق لروسيا، لم يكن للسوفييت ماض استعماري فيما يخص المنطقة العربية، بل حتى أنهم أمدوا أنظمة عربية بالسلاح والعتاد إبان الحروب العربية الإسرائيلية 60ياتي و70ياتي القرن الماضي، كما استقبلت الجامعات السوفيتية كثيرا من طلبة العرب وبالمجان.
يضاف إلى ذلك الحياد الظاهري لموسكو فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، أمور أكسبت السوفييت شعبية أعلى من تلك التي للأمريكيين بنظر العرب. لكن ماذا حصل بعد أن بات الاتحاد السوفيتي جزءا من الماضي؟ ورثت روسيا الاتحاد، وظل كثيرون ينظرون لها على أنها الاتحاد السوفيتي نفسه، لكن البلد الجديد انطوى على نفسه في سنوات قيامه الأولى، وتصدرت الولايات المتحدة المشهد وحيدة منفردة منذ أوائل التسعينيات. وفي هذه الفترة أيضا جاءت أمريكا رسميا للمنطقة بجحافلها وجيوشها لتحرير الكويت بداية من الغزو العراقي، وثانيا لردع الإيرانيين الحالمين بالسيطرة على بلاد العرب. كما رعت واشنطن اتفاقيات أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي على إثرها عادت السلطة الفلسطينية إلى أراضي الفلسطينيين. وبذات الوقت كانت واشنطن تحضر لحرب جديدة تعقب الحرب الباردة، فكانت حربها على ما يسمى الإرهاب، استهدفت فيها دولا عربية ومسلمة. فكان السقوط المدوي لشعبية الأمريكيين في المنطقة على الصعيد الشعبي وليس الرسمي أو الأنظمة. وروسيا هي الأخرى بدأت نهضتها الجديدة بحرب على شيشان الإقليم القوقازي المسلم، أمر أضر بسمعتها لدى كثير من الشعوب العربية. لكن لا أحد كان ينازع واشنطن العداء بنظر غالبية العرب، فهم بحسب ما يرى كثيرون دمروا العراق وجعلوه فريسة لإيران، كما دعموا إسرائيل في حروبها ضد قطاع غزة المحاصر، وهم أيضا أي الأمريكيين من عملوا ضد مصالح الشعوب العربية في كثير من القضايا والملفات. كان هذا ما قبل اندلاع ما يعرف بربيع العرب. هنا ستنقلب الموازين لدى جميع الأطراف. أمريكا انحازت لمطالب الشعوب وأيدت احتجاجاتهم ومطالباتهم، حتى أنها تدخلت عسكريا لصالحهم، في حين التزمت روسيا الحياد والصمت مع ميل لصالح الأنظمة ضد الشعوب، ما جعل موسكو صديقة أقرب للأنظمة العربية من واشنطن في تلك الفترة، في حين ابتعدت عن الشعوب العربية ليأتي ما يبعدها أكثر في نظر كثيرين حين تدخلت عسكريا في سوريا. أمور جعلت في أحد استطلاعات الرأي العام 2016 شعبية واشنطن أعلى من موسكو بنظر شعوب العرب، حيث بحسب صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أظهر مسح سنوي العام 2016 عن نسبة تأييد للولايات المتحدة بين شباب العرب وصل ل 25%، في حين لم تتجاوز روسيا عتبة 9%. وهذا العام أي 2016 كان العام التالي لتدخل روسيا رسميا في سوريا. لكن ماذا جرى بعد ذلك؟ عقب هذا الاستطلاع بعام أي العام 2017، وبحسب ذات الصحيفة البريطانية أظهر مسح آخر أن شعبية الولايات المتحدة تراجعت ل 17%، في حين ارتفعت شعبية روسيا إلى 21%. فماذا جرى؟ في الحقيقة كان العام 2017 العام الثاني لولاية ترامب أو توليه رئاسة الولايات المتحدة، والرجل لم يبخل في إظهار عدائه للعرب، وهذا ساهم بتراجع شعبية بلاده لدى الشباب العربي، في حين روسيا ظلت محافظة على مواقفها المحايدة في الصراع العربي الإسرائيلي وأيضا في قضايا كثيرة تخص العرب. وما جرى بعد ذلك هو استمرار لهذه النظرة وصولا لما يتم نشره وتداوله عن حرب مقبلة وصدام كبير بين الروس والغرب، خاصة عقب أزمة أوكرانيا التي ترفض روسيا أن تصبح جارتها عضوا في حلف الناتو، ويرفض الغرب الانصياع للروس. معركة تغلي وتفتر بحسب الأحداث والمفاوضات.
لكن غالبا ما تخرج أنباء عن صدام مرتقب بين الطرفين، صدام لا يخفي كثير من العرب وقوفهم ودعمهم فيها لروسيا كما سبق وذكرنا، ليس حبا بالروس بقدر ما هو كره بالأمريكيين، في حين قد تجد أيضا جزءا ينسجم مع موقف الأمريكيين ويرى فيهم صديقا أكثر من الروس، وجزءا آخر موقفه في هذا الصراع أي بين موسكو وواشنطن يقتصر على الدعاء المشهور: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين.